السلام عليكم عزيزي المشاهد الكريم. الآن سوف نقوم برحلة فوق سماء النرويج. In our own marked for the exit signs. The way to these exits will be shown by lights along the floor. Look for your nearest exit. All our flights are non-smoking flights, and for safety reasons, smoking is never allowed in the aircraft lavatory. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. صدق الله العظيم. Thank you for your attention. We wish you a pleasant flight. جبال النرويج. هاي جبال النرويج طبعا كلش عالية ومعروفة، والثلج مالتها يعني لحد الآن يعني معبأ بالثلوج، فلازم نعبر هاي الجبال حتى نروح للمكان اللي يعني أقصده. وهنا همين يجون هذول متسلقين الجبال، همين يعني يحاولون انه يعني يتسلقون بعض الأماكن اللي هي جزء من الهواية في النرويجين. فخلوكم وياي وحراويكم هاي المناظر الجميلة إن شاء الله. خلوكم وياي. هاي الجبال لازم أعبرها طبعا عن طريق الأنفاق، فكلها ثلوج مثل ما تشوفون. احنا صحيح يعني بنهاية الخامس حندخل على السادس، لكن هذه يعني جبال معبأة بالثلوج. بس السفرة إن شاء الله يعني تكون بإذن الله تعالى تكون موفقة، زائدا انه اكو في احد الجبال هناك محل يحوي على بعض الارث النرويجي، فنروح نشوفه ونشوف شنو عنده من اشياء جميلة تحوي عبق الماضي. شوف هاي كلها جبال، حتى هذا على يميني وعلى شمالي جبال معبأة بالثلوج، جبال معبأة بالثلوج. ناس ياخذون صورة همينة، ناس واقفين دا ياخذون الاستراحة مالتهم همينة.
الثلوج. يعني الصورة معبرة. هذول ناس دا يتسلقون الجبال. طبعا انا عندي بعض يعني الاهداف من هاي الرحلة. فاولا حتى نشوف الطبيعة الجميلة من ناحية الجبال. ثاني شيء هناك ارث يعني من الحرب العالمية الأولى والثانية في أحد الأماكن عند أحد الأشخاص نحب نشوفه شنو عنده. وهناك أشياء أخرى. انظروا لهذول المتسلقين. خلوكم وياي إن شاء الله ونكمل الرحلة ونشوف هاي المناظر الجميلة بإذن الله تعالى. طبعا هسه احنا عبرنا الجبال الثلجية والآن بدأ شوي شوي يخف الثلج. السلام عليكم عزيزي المشاهد. طبعا أنا بطريقي إلى أحد المدن النرويجية ويعني فوق الجبال صراحة. شوف الجبال هياتن الجبال والبحر جوه فوق الجبال. وشفت واحد عنده محل مال أنتيكات. أنتيكة روعة جميلة يعني بيها من الفلكلور النرويجي الفلكلور الاسكندنافي النرويجي. Den ist so flott. Du hast ein richtig flott Ding hin. Ja. Die kann gut sehen. Ja, danke, danke. Die war solid. طبعا هذا محل بسيط وجميل وتعود هذه الأشياء لهذا الشخص الذي جمعها في فترة ما من حياته ومن خلال سفراته. فأحببت أن ألقي نظرة. تعالوا معي عزيزي المشاهد الكريم لكي نشاهد ما موجود في هذا المحل البسيط وهي من مقتنيات هذا الشخص. أشياء جميلة من يعني أغلبيتها من الفولكلور الاسكندنافي وتحديدا النرويجي. ان شاء الله شال كرسي جميل. اشياء جميله. Hat die Franz denn da? Ah ja. Wenn wir den einen? Ja. Wenn wir den einen, wo ist denn der Frau? Der Solingen, Tysk. Tyske? So ein Fettgreier, Kolder, so ein Fettgreier. Ah. Ja. Den ist sei? Ja. Den ist sei. Ja. Hade, sehr Franzi, wo hade, Almani. Hade, da die Masse. Achso. Die ist auf flott Arbeit, Norwegisch gearbeitet. Ja, die ja, absolut die meisten bekannt. Ja, ja. Asche, Norwegie, Schuhe Norwegie, Harif. Jetzt gucken wir uns ja mal bei, wie ist die hier. Lockt immer bei. Das ist ja so flott hier. Wow. Theo, also die hier, so den in die Mutter hat der die, so den in die Lufthauen. Wenn dir flott ein Sammling. Ja, ja,
قلت طبعا هاي مجموعة جدا رائعة لكن من الصعب انه اخذها وياي للمطار وانقلها. واو واو آسيا من ادي دي شو دي دي شو دي يعني كيلة اها دي عم نجون دي شو كيلة يا 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 وات الفانت يا هذا شيء سودان انفو وايد هنا فا آسيا تايلاند فا تايلاند يا شو في مسدس تايلاندي ادي تيل الفانت ادي تيل لاي تيل جا تيل اتو دي تيل تايجر لانه يا يا كمبره كمبره Jag såg på sista marken där jag var på i Thailand då kostade 3000 baht, alltså cirka 1000 kronor i Thailand. Nej, det är billigt. Det är dyrt. Nej, i Thailand är dyrt. Nej, Thailand är dyrt. Ja, 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 här, ja. Ja. Jag köpte det på nätet i Thailand så jag betalade det. Så här är sina thailändier kadime. Jag är cirka 100 år gammal. Ja. Takriben omkring mitt sena. Här är en... الذخائر ما تضرب عن طريق الأسهم من منسكال منسكال بقول تكروت تسكال بين الكروت يضعون بعض البارود وبعد ذلك يضربون طبعا سلاح جميل جدا كريت فرا فضيطة بعد سنغافور بسيا تيسوديني لفت هام من النسابلات تنا تنا أبسوط طبعا أنا عفوا لا أضحك قلت له يعني ياخذ بين كوفرت إذا واحد ياخذ سودن مثل هذا للمطار مجموعة راقية أدي بهد أدي نورجسكا لتوسكا نورجسكا تيسكا أمريكانسكا بوسيلي توسكا أدي نفادن أنا نكري يا fordi hvis de hvis de fra den anden krig om en den fra 1800. Ja, den er over 100 år. Den er ja. Men den er så flot. Den uten at jeg er 100% sikker, men jeg tror den er tysk. Den er iallfall tysk, tror jeg. Ja, skal vi se. Solingen, ja, tysk. Solingen er tysk kjent fabrikk. Solingen. Her er lille havnen av Esliha. Sarahten her, du måske desse ajebne. Og den er fra? Det er tyske. Det ligner tysk meget. Ja, gammel. Funnet i jorda. Så her med dokumentasjonen. Bilder av. Er det en flott de her? Det er en flott. Her er godt her Almanie med Harbel Ali med Thania. Det er en rigtig flott. Du har en rigtig flott samling faktisk. Men et rum der med masse ting. Nei. Det er en bare vikings. Det er en vikings. Kota fokus på tariqa el viking, el qudama. Mange ting. Det er en absolutt masse flott ting du har. Ja, afon har vært ærlig. Du må se her i kærlighet. En certifikat, hva er det til? Certifikat til hva? Er det aksje? Hæ? Nei, det er klubb. Det er aksjebrev. Det er aksjebrev, ja. Det er aksje. På 1000 kroner. Ja, valfangst, de som fanget val. Ja. Du vet hva var det? Whale? Ja, valfangst aksjebrev. Fra, det skal jeg si hvilken årstall de står de på. Det er sett. Er det en 7.12? Ja, skal vi se om det står noe nede her. 1925. Nesten 100 år. Mangler et to år. Mangler et år. Ja, jeg får se om jeg har 25. Du har også en anden fine her, en anden aksje. Ja. Her er godt gammel aksje. Ej, den er flot også.
نيتن اف نيتن هو نفهم تشيبه ناي نيتن هو سكسه تشيبه نيتن هو سكسه تشيبه حالف فانكس سكيب سيلي سكيب sikkert aksje i båten Polaris heter vel båten kanskje nei. Den er flott aksje i båten det er riktig flott det kan være i fremover når jeg kommer tilbage ja. Med bilen ikke ja. Så kommer jeg forbi og hilser på dig ja. Jamen det, jeg siger tusind tak var det hyggeligt det var rigtig hyggeligt det var rigtig rigtig hyggeligt. Ja, det er norske, norske arbejde. Norske, ja. Det er norske. Alt er ja. Jeg siger tusind tak, min herre. Ja, det er hyggeligt. Er det okay, hvis du kommer på TV? Ja, ja. Er det okay? Ja, ja. Hvad er det, du hedder? Styre. 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 Jeg hedder Heidar. Heidar. Det er nice. Nice to meet you, Styre. Ja, lige måde. Ja, og med de her flotte ting, Heidar du har. Heidar er tyrkisk næsten. Heidar. Heidar, så de er en tyrkisk og arabisk. Ja, ja. Og så de kan også bruge iranisk, og de kan også indisk, de bruger det. Men det er en arabisk navn. Ja. Ja. Men ja. Det er hyggeligt at se dig. Jamen, det var rigtig hyggeligt. Det var ja. Rigtig hyggeligt at se dig. Med de her så flot, alle de flotte ting, du har. Altså, du... ja. Jeg vil gerne blive lidt mere, men desværre jeg må lige rejse nu. Ja, ja. Så du må have en rigtig god dag, og vi ses igen. Tak. Velkommen tilbage. Tak. Tak. Hejse. Hej, hej. وكانت عزيزي المشاهد هذه المقابلة البسيطة والجميلة والمتواضعة في هذا المكان بين أطراف الجبال وأترككم برعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
you.